قررت أنه لا داعي أبدا لأن أغضب فوق وحدي. أوه حسنا، رائع. يعني لست غاضبا مني؟ بلى، لكن سأحرد أمامك لتراني. اسمع، أعرف لما أنت غاضب مني. هناك شيء غريب يحدث، دعني أشرح لك. حسنا، أنا ما يكفي. حسنا، خذ وقتك وقل كل ما تريد. ما أردت قوله فقط. حسنا، أنا أذق. لا أصدق ما أسمع منك. ما هذا؟ ما هذا؟ لا أعرف ماذا قلت. رأيت، انظر، شيء غريب يحدث حتى مع أبي. هذا غير صحيح، أنا أحاول فقط لفت انتباهكما ونجحت. أوكي، عندي فكرة جيدة. إذا تصالحتما أشتري لكما آيس كريم، أقصد لي ولكما. نشتري، يا نذهب ونشتري آيس كريم. جيد، لنذهب إذن. سأعطيك حصتي لأنني أنتبه لوزني. أوه، تانكس دود. أيها الولدان، لما التوتر؟ لنلعب معا لعبة. يه، ما رأيك في أي إهانة سيطلقها جامبول على داروين تاليا؟ أنت سمين جدا لدرجة أن خدودك تسبقك. لا، أنت سخيف لدرجة أنك محوت الكوكيز على كمبيوترك لتفقد الوزن. أوه، أنت بشع جداً لدرجة أن العرق يمر من ظهرك لتفادي وجهك. ماذا؟ ماذا حصل؟ نحتاج للوقود فقط، ثواني ونغادر. لا، ليس هذا. حسناً، سوف شيء غريب يحدث. نو واي، أنت محيط. والآن أيضاً، هل أنت تصدقني الآن؟ داروين، أنا لن أجعلك تشعر بالسوء عن قصد. متصالحان؟ ياه، أكيد. بابا؟ بابا! لا أحد يقود هذه السيارة. لا تقلق، سأمسك بالمقود. لا تفعل، عليك إبقاء حزام الأمان. لماذا؟ لكي لا تخلص من ألم الرأس. هذا رائع. معك حق. انتبه. حقا، وما العمل غير ذلك. اوكي. ماذا تفعل؟ لا ادري. ريفلكس. ماذا؟ الخطة، أن أطلب منك إيجاد خطة. أوكي، لدينا مشكلة صغيرة. ماذا؟ ليس لدي أي خطة. لا، سنتحطم. قيم للأسعار، هذا الويك أند جوي في البرجر. ماذا؟ أخيراً انتهى الكابوس. مسار النمر، اركض بلا توقف. أولا. من جهة أخرى، شهدت مدينة إلمور مؤخراً اضطرابات تقنية في الإرسال. يجري العمل لحل المسألة. نتمنى أن تصبروا معنا فيما. حسناً، إذن لم يؤثر على. هل تفكر فيما أفكر؟ إذن ما يحصل على التي في يحصل لنا. هذا يعني أن. وعدنا إلى البيت بخير وسلام. أنتما تصالحتما، الحياة حلوة والنهاية سعيدة جداً.